أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الفنانة المعتزلة نورمان أسعد عاشت قصة حب مع الفنان أيمن زيدان وتزوجا مرتين وانتهت بالطلاق. وفارق العمر سيصدمك وشاهد ابنتهما جودي وزوجها الحالي في آخر ظهور لهما. حقق مسلسل يوميات جميل وهناء الذي عرض لأول مرة عام 97 نجاحا كبيرا، وتعلق الجمهور به بطريقة غير مسبوقة، خصوصا ببطلي المسلسل الممثلين السوريين أيمن زيدان ونورمان أسعد. وهذا النجاح أثر كثيرا على الممثلين وغير مسار حياتهما على الصعيد المهني والعاطفي، خصوصا أن قصة الحب بينهما أصبحت واقعية وتحولت إلى زواج شغل جمهور الذي لا زالت يتابع أخبارهما. وفي ذلك الوقت كان الفنان أيمن زيدان من الممثلين السوريين المعروفين، ولم يكن مسلسل يوميات جميل وهناء أول أعماله. أما بالنسبة للفنانة المعتزلة نورمان أسعد، كانت وقتها في بداية مسيرتها الفنية. وعلى الرغم من أنها شاركت في أدوار ثانوية عديدة لمعت فيها، أولها في مسلسل قبض الريح حين كانت تبلغ من العمر 16. واللقاء بينهما حصل في كواليس العمل الذي جمعهما، وهو يروي قصة رجل أيمن زيدان يعتقد أن زوجته نورمان أسعد لا تغار عليه بما فيها الكفاية مثل بقية الزوجات، مما دعاه لابتكار أساليب كثيرة بمساعدة صديقه لإثارة غيرتها وإرغامها على الاهتمام به أكثر، وأحداث كثيرة تحصل تجعله يندم لاحقا على فعلته. وحقق مسلسل يوميات جميل وهناء نجاحا فاق كل التوقعات، ما قرب البطلين من بعضهما أكثر، خصوصا أن عدد الحلقات في الجزء الأول وصل إلى 40 حلقة، فكان يلتقيان كثيرا ما أشعل الحب بينهما الذي تحول من المسلسل إلى الحياة الطبيعية. وحين اجتمع الثنائي لأول مرة كانت الفنانة المعتزلة نورمان أسعد صغيرة جدا في بداية العشرينيات، بينما كان الفنان أيمن زيدان في بداية الأربعينيات من عمره، فهو من مواليد عام 56 بينما هي من مواليد عام 75، أي أن فارق العمر بينهما كان حوالي 19 عاما. وبعد انتهاء المسلسل قرر الفنان أيمن زيدان والفنانة المعتزلة نورمان أسعد الزواج بشكل مفاجئ، إلا أن هذا الزواج لم يستمر إلا لوقت قصير ولأسباب مجهولة وغير معروفة، ولكنهما بقيا صديقين وتعاونا مجددا معا في الجزء الثاني من المسلسل بعنوان ألو جميل ألو هناء. وقبل زواج الفنان أيمن زيدان من الفنانة المعتزلة نورمان أسعد، كان الفنان أيمن زيدان متزوجا من سيدة، ودام زواجهما حوالي 14 عاما، ورزق من زوجته الأولى بأربعة أولاد، كما أنه بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد لم تطل فترة عزوبية الفنان أيمن زيدان الذي ارتبط بسرعة بسيدة كويتية من خارج الوسط الفني، لكن هذا الزواج لم يدم إلا أشهر قليلة وارزق منها بابنة واحدة. وتزوج الثنائي بعد سنة واحدة من طلاقهما، وبعد مشاركتهما في مسلسل ألو جميل ألو هناء، ودام الزواج لمدة 3 سنوات. ولكن الانفصال كان الخيار الأفضل لهما مرة جديدة، فانفصلا عام 2003 بعد أن أنجبا ابنتهما جودي التي بقيت في حضانة والدتها. و
ويذكر أن كلاهما تزوج بعد طلاقهما واستمر في حياتهما بشكل طبيعي من دون أي مشاكل أو فضائح أو تصريح نارية حول طلاقهما أو خلافاتهما، رغم مرور حوالي 18 عاما على الموضوع. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2020 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زواج الفنان أيمن زيدان وزوجته السابقة نورمان أسعد الذي حصل في عام 2001 وتصدرت الترند في العديد من البلدان، فخلق جدلا واسعا بين المتابعين. فقسم عبر عن اشتياقه لثنائيتهما، أما البعض الآخر أبدى عن غضبه الكبير من انتشار هذه الصورة حوالي 20 عاما عليها، في وقت أن كل منهما أصبح له حياته الخاصة وتزوج مجددا. وأصبحت ابنة الفنان أيمن زيدان والفنانة المعتزلة نورمان أسعد جودي صبية، وتنتشر بين الحين والآخر صورا لها، وتتلقى العديد من التعليقات الإيجابية التي تثني على جمالها، ومعظمها تشبه بوالدتها. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.